هنا هروح على رسالة الإمام. من كوميديا مذهلة جدا 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 لشخصية طاغية مهولة ممتلئة بالمشاعر المتضاربة بنظرات عين شديدة الشراسة بحتى ملامح عمالة بتستريح وتنقبض. إزاي تحديدا الشخصية بتاعت السري في رسالة الإمام عملت فيها إيه؟ يا ده موضوع يعني هو الموضوع ابتدى أصلا بمكالمة مكالمة البشرة الجميلة من الأستاذ الكبير المبدع تامر محسن. أنا بحبه جدا جدا على المستوى الإنساني والفني قد إيه هو مبدع. فبشرني بأن أنا هقعد مع الأستاذ الليث حجو. ما كانش يعرفني الراجل وما كانش يعرف ناس كتير. وما رحنا قعدنا واتكلمنا قد إيه اكتشفت أن هذا الإنسان المخرج العبقري المبدع واعي جدا لكل التفاصيل وملم بتفاصيل الشخصية بالأحداث بالعصر بكل الشخصيات. فلما اتكلمنا مع بعض قال لي أنت هتعمل دور السري. قلت له ده مين يا رئيس السري؟ قال لي ده كان قائد يعني من كبار القادة في الجيش وقتها وفي الحاجات. قلت له رئيس أنا أعمل بتاع الأسوس في الفسطاط بالنسبة لي تمام، إنما ده دور تقيل وصعب. فقال لي لا هتعمله، وكان الثقة كبيرة جدا منه. واكتشفت بقى في الشغل قد إيه هذا الرجل واعي ومثقف ومهذب وبسيط، وسر الإبداع في البساطة. والشيلة كانت ضخمة جدا أوي وتقيلة وفي وقت مكثف جدا. الناس كلها بذلت قصارى جهدها الحقيقة في الموضوع، كله تعب. طبعا الأستاذ خالد النبوي هذا النجم العالمي الرائع الجميل اللي فعلا قدوة، والله دي كان ثالث مرة أشتغل معاه وشرفني جدا طبعا، وعملت معه مشهد واحد في المسلسل، كان نفسي بقى أكتر من كده. بس هو الموضوع إحنا كلنا في ظهره. في إنتاج طبعا ضخم من شركة ميديا هاب مع الشركة المتحدة، يعني عمل فعلا أنا لما شفت من أول حلقة كده فخور، حسيت بإحساس رائع. محطة مهمة في حياتي إنه ألعب دور تاريخي بالثقل ده مع أساتذة كبار زي دول، وطبعا في ممثلين رائعين في المسلسل كله، بس مش عايز أسبق يعني مش عايز أسبق الحاجات. فالدور ثري جدا وصعب ومكتوب حلو جدا من محمد هشام عبية وفريق الكتابة بتاعه، لأنه الموضوع طبعا ضخم جدا، وكان كاتب كتابة حلوة جدا والخط قوي، وقصة حبه مع حسن اللي بتبين الجانب الآخر الرومانس اللي عنده، وقد إيه الرجل ده سياسي محنك ورجل حربي يعني موضوع كبير جدا. اتمرنا طبعا، صحيح الوقت ما كانش كبير، لكن كان الناس بصراحة الشركة كتر ألف خيرهم وفروا لنا فكرة التدريبات الفروسية والخيل والسهم والقوس مع كابتن عزب، بوجه له تحية كبيرة لأنه هو اللي دربني على المعركة كمان اللي هي بعد ما شفت أول لقاء بيني وبين الفنان نضال الشافعي. هذا الممثل العبقري اللي استمتعت جدا بالشغل معاه، هو ووليد فواز ممثل عملاق جدا دور المطلب، وابن الوالي أيمن طعمة، والأستاذ خالد القيش، والأستاذة فرح بسيسو، يعني في ناس، ومحمد علاء جامايكا، في عمالقة أنا خايف أنسى حد، بس في ناس كتير جدا لهم كل الاحترام والتقدير. استمتعوا احمد ماجد طبعا، يعني انا ببص انا ما بعرفش اتكلم عن نفسي اكتر ما بتكلم على الاخرين اللي هم فعلا يعني يستاهلوا كل الاحترام والله، وتعبوا جدا وكل واحد اخلص في دوره. والموضوع كان رهيب، يعني فكره الديكور اللي اتبنى بسرعه جدا. استاذ عادل المغربي طبعا عامل شغل رائع، هو اتبنى بسرعه وبدقه بدقه، ده حقيقي مذهل. والله والكرو اللي معاه وموضوع الناس مستهوينه بيه برضو، لا عمل تاريخي، دي حاجه بتقعد سنه فيها تحضير واعداد، الموضوع جه بشكل مكثف وسريع جدا. فالنتيجه اللي طالعه بالنسبه لي مبهره، صوره رائعه من تيمور مبدع بديع في الصوره، الدكتوره ساميه عبد العزيز عامله ملابس رائعه. فالحمد لله التجميعه كلها طلعت عمل انا شايف والله انه ان احنا نفخر بيه كمصر وكوطن عربي قدام العالم كله.
قوي 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 جدا يعني, يعني العمل في لو صح التعبير يعني انه المنطلق الفكري اللي وراه شيء مهم, والعمل نفسه في تفاصيله معمول بشكل فائق. ده حقيقي, ومراجعات من الازهر ومن 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 هيئات اخرى, مفيش حاجه بتعدي كده. والموضوع مهلك ومتعب جدا, سواء في اللغه بس فكره التشكيل طبعاً. والحاجات وتركز في الاحساس والملابس على طبعا اللي لابسين اللبس الحربي دول. موضوع صعب جدا, وانا كمان عشان اعرف اعمل الشخصيه دي مظبوط اضطريت البس حاجات تضخمني, لانه كده انا جسمي برضه تبان مقاتل من هذا العصر طبعا, وهم كانت اجسادهم بطبيعه الحياه اللي هم عايشينها وبتفاصيلها بالظبط. فكان الموضوع صعب, فالحمد لله ربنا يعني وفقنا كلنا والله, وفخور والله جدا بهذا العمل, وسعدت جدا بالشغل مع الاستاذ الليث حجو. قد ايه فعلا هو مخرج مبدع وعامل صوره وعامل رؤيه وبيتكلم وبيستقبل وبيضيف, وكان هو البوصله, هو المرشد لينا فعلا في لان احنا برضو مهما قرينا في ناس طبعا زي علاء عزمي, هو اللي وفر لنا حاجات كتير تخص البروفايل كاركتر بتاعت الشخصيات والمراجعات التاريخيه وحاتم الاطير, وكان هو اللي بيصحح لغه, وانضم مؤخرا احمد يحيى صديقنا ممثل وحد شاطر جدا في اللغه العربيه, وفي امير صلاح الدين طبعا عامل دور ادريس رأي. الادوار كلها حلوه قوي, ورامز امير وسلمى بضيف واروى جوده طبعا اللي استمتعت جدا بالشغل معاها. كان نفسي اشتغل مع كل الناس والله, في حاله كانت رائعه في التمثيل يعني احنا كنا بننسى نفسنا. الحاله بتاعه اللوكيشن والتصوير دي صدقني امتع حاجه بنخرج منها من العمل. انا ممكن اشتغل مسلسل اطلع منه بمشهدين هما اللي رحت فيهم, لانه ظروف التصوير صعبه, نقعد نصور مشاهد كتير فبتبقى في لود وفي تركيز عالي قوي, فانا لما بيجي مشهد كده بتستمتع بيه ببقى مروح طاير من الفرحه.